السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة فيفا 22. يقول لك المثل، ما أدري هو مثل ولا حكمة ولا إيش الموضوع، أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. أنت اللي إيه، اللهم صل على حضرة النبي، أنت جبت المعلومات دي منين؟ حبيبي والله. فيفا 22 قررت أنها تكون تركيز القناة في الفترة الحالية. أعطوني أفكاركم يعني في الكومنت، يا ريت أي شيء متعلق اللعبة لحديدين يقول لي ببجي. رجاءا. أول شيء راح نبدأ فيه إن شاء الله المهنة الجديدة، إن شاء الله راح نبني الأسطورة من الأساس. فعندنا خيارين، عندنا مدير فني ولا لاعب. أنا مالي في الإدارة، أنا أريد عطني الكورة بس، أنسى لاعبك المحترف أو لاعب حقيقي. لاعب حقيقي يعني بستخدم مثلا صلاح ولا كريستيانو ولا ميسي ولا وتحكم فيه. لا يا حبيبي، أنا راح أبني فرجينهم. خلاص راح نعتمد الاسم. هذا المسكين اللي واقف هناك على يسار، ما ادري ليش كذا، احسه كذا غاصبين انه يوقف، عرفت؟ وهذا يلا، وبعدين كلهم والله مبوزين. هذا مبتسم، خلنا ناخذ هذا شويه، ها ابتسامه لمحناها في وجهه الطيب. مهدي، لا راح اسوي تظبيطات هذه للاعب واري عليكم. حليله الاصلع، شكلي بخليه اصلع فتره وبعدين ينمو الشعر، تعرفون ما نطوله بعدين، ممكن اغيره، فهمت علي؟ طيب يا شباب، الاسم مثل ما تشوفون سميناها فرجنهو 22. دولة المنطقة ما غيرتها، سعودية 2001 او 2002 خلاه، بحيث ان عمره يكون 20 سنة. الطول والوزن، طول الحقيقة انا 181-182، 77 كيلو حاليا محدثكم. المركز خليته وسط هجومي، ودي اني حطه مهاجم لكن قلت وسط هجومي اني يكون لي لمسات كثيرة بالملعب، وغير كذا ما غيرت اي شيء ثاني صراحة، خليته اصلع، عرفت؟ قميص بالخارج افضل، بس الاحتفالات ما هنا. نيجي للنادي، النادي طبعا انا ودي في دوري سعودي. نبدا بابها، ابها الاهلي والاتحاد. لا يو يا جمهور الاهلي، الشباب ودي ابدا يعني الفيصلي، النصر، الهلال. يا ريتني فاتح بث مباشر واسالكم وش ابدا فيه. والله احترت كثير، بعد لين ثلاثه وببدا بسم الله. دقيقه، انا ايش اخترت؟ يوهي الاهلي. انا صراحه يعني مالي نادي محدد في الدوري السعودي، ولكن هزيج الاهلي يوم العب فيفا والله اني اسمعها. سوى صعوبه المباراه، محترف عالمي اسطوري، ما اعرف ايش اقوى شيء مطلق، بنحط اللي قبل اقوى شيء اسطوري، شوف ايش الوضع معنا. خليها 5 دقائق. دولار متساهله، ممكن فتره الانتقالات. اوكي، هل انت جاهز للتالق؟ نعم. مع انطلاقة الموسم الجديد تظهر الفرصة لتصبح بطلا جديدا، يحتشد المشجعون في الملعب والامل وتربه. طيب الحين فرجين هو يعطيني خصائصه، كم نقطة عندي؟ عندي 7 نقاط. عرضية، ما خلنا نركز في الباصات. اوكي خلصنا، ما طورت شيء في التسديد، ما عندي نقاط كثيرة صراحة، بس خلنا نبدأ كذا. ايش هذا المزايا؟ هذا شيء جديد صراحة هالجزء، خانة فارقة، تغطية دفاعية، سلسلة تمريرات حاسمة، خصائص التمرير معزز لفترة 15 دقيقة بعد غياب تمريرات حاسمة، ومنح اللاعب سمة لف التمرير. يا اخي ذكرني بالطور اللي بفيفا، هذا اللي كل هجمة يعطيك سرعة، مثلا كل هجمة يعطيك تمريرات كذا قوية. ايش اسم الطور هذاك؟ نسيناه، عادة نلعب مع الشباب صراحة، نلعب 4 أجهزة مع بعض، نجلس ونلعب هالمباراة. هل 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 طقم الاهلي، ايش ما لحقت تقرا الكلام؟ إثارة بين جماهير الأهلي لارتقاء فرجينهو للفريق الأول. يا سلام، لأن ميسي إلى جماهير باريس بعد الانتقال من برشلونة. أربح الخبرة وعزز تقييم المدير الفني. تدريب، لا بد من التدريب يا جماعة. بما أني صانع لعب فبركز على التمريرات، بوابة الزاوية، لازم نجيب الـ A ونطور لاعبنا. أوكي، مفروض ما استعجل في الباص، تمرين جدا سهل. اوكي، جبنا ليه في التمرين الاول، نلعب التمرين الثاني. لاعب ثقيل يا اخوان.
وخلصنا التمرين اللي بعده. عاد مشاهدة النتائج، ترقية مستوى 2، ضغط المهارة أعطاني 3، تم تحرير ميزة تسديد من بعيد، يا سلام تقدم. نبدأ أول مباراة، نقول بسم الله. والله ما أدري مدرب يدخلني الحين بديل ولا إيش سالفة، ألعب تحكم في فرجينه. RCM حاط 2-0 دخلني، والنتيجة 2-0 للأهلي، ما شاء الله تبارك الله. لعب لي أبو هجمتين يعني كذا سلكان، يلا ما عليه، لازم نبين للمدرب أول شيء مهاراتنا وقدراتنا، بعدين راح يحطنا أساسيين إن شاء الله. دقيقة قبل أدخل أرضية الملعب، بسم الله. حيو الأصلع. مهام المباراة، سجل 1 هدف، تحقق معدل النجاح لا يقل عن نجاح التمريرات، تقييم المباراة. تعزيز المهمة، إيش تعزيز المهمة هذه؟ ما أعرف بس المهم. أوكي أوكي إن شاء الله حاضرين، أبشر أبشر يا طول العمر. هدف 1 أول أمس يا إخوان. أعطنا خلنا نضبط لكم هجمة، نطبخها. الله قطعنا له كورة. هنا يا باص الكريه. الله كادت، والله كادت. ايش طلعني؟ تخيل. لا لا لا، ايش النحاسة هذه، ايش النحاسة هذه. شفت من رياضاتهم يا اخي، شفت من رياضاتهم كيف. الله صنعت 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 تمريرة حاسمة مميزة. اوكي الحين طلعت لي الميزة، لو لاحظت الشعار فوق راسي طلع. الظاهر الحين التمريرات او الدفاع عندي قوي. تكفى راسي. يا سلام يا سلام، والله ابداع. ها ايش تريد احلى من كذا. حرام. 88، والله صعب اني اجيب جول، بس ان شاء الله انه يمديني. ايوه معك معك معك، اصبر 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 اصبر. تكفى تك تك تكفى تك تك تكفى 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 تكفى، اصبر تكفى اصبر تكفى 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 تكفى. يا سلام يا سلام، وجميع المهام اللي اعطاني اياها المدرب كذا نكون حققناها. يا سلام فرجينا هو اول واحد، كله ما حد سجل هدفين هذا الموسم. اوكي الحين دقيقه 60 بيدخلني ضد سجان توسو قبل ان ادخل ارضيه الملعب. نقول بسم الله، والموسى يطلع ويدخلون فرجينهو. طيب سجل 1 من الاهداف على الاقل، قيام بواحد من التدخلات في ملعب الخصم، وتحقيق يعني ضغط باختصار، وتقييم المباراه لا يقل عن 6.5. رفعي طيب، خلنا نسجل جول من اول ما ندخل، من اول لمسه. كادت والله. صح التمريره، صح الجول. الله الله عليك، ما هي بغريبة عليك يا غريب، وربي تمريرة وهدف من أجمل ما يكون. للأسف ما قدرنا نسجل هدف من مهام المدرب، لكن تقييمي كان كويس، يعني ممكن ندخل من بداية الشوط أو من بداية المباراة الجاي. عجبتني الخلفية، إيش هذا اللي بيده، إيش هذا. مان أوف ذا ماتش، الله مان أوف ذا ماتش، بس مش هذا الماتش اللي قبله صح، هذا المدرب. أخبار المدرب، والله ما زلت بديل، والله ما زلت بديل. دقيقة كم؟ 61، الأهلي 1-0. إن شاء الله بإذن الله هذه المباراة أوصل مرحلة خلاص يحطني أساسي. مشاركات في الأهداف، سجل من بعيد من خارج منطقة الجزاء، من زين تسديداتي أنا. ها 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 ها، مطلوب مني تسديد من خارج منطقة الجزاء، حرام والله حرام. أول هنا، أيوه أيوه أيوه، هي الله، تسديد جيدة بس لازم نشوت، نجرب من برا. وجابه تعادل دقيقة 90. اوكي اساسي، سبحان الله ما ادري ليش اساسي، بس لان تقييم المباراة مشاركات الاهداف ويبان اسجل من بعيد.
يعني صراحة المدرب شايف نفسه معطيني شايف رونالدينو قدامه أو فرجينه صح لاعبي وربي ما يساعد حاليا، هذا كل المهارات مسكرة علي، مطلوب مني تسديد ولا شيء مطور أنا فيه. عندنا طلب انتقال من أجلك، لقد قبلت مؤخرا عرضا من الميريا وقد فاوض مدير أعمالك على راتب وقدر 15,000 أسبوعين، أرجو أن تؤكد لي إن كنت تقبل بهذا العرض أو إن كنت ترفضه والبقاء معنا في الأهلي. مرحبا يا فرج، شعر بقدر كبير من السعادة لانضمامك لنا. معليش والله ما قلت رسالتك الحين، يعني تعرف كنت مشغول بالتدريبات وكذا مركز. حلو، وصلنا إلى 71 طاقة اللاعب عندنا الكلية، عمرنا ما زال 19 والترتيب نصف النهائي، وصلنا الأهلي وإنشيون يونايتد، وفوق عندنا مباراة ثانية فيكتوري ضد سانغان توسو كأس النخبة الآسيوية كوريا الجنوبية. حرم الأهلي من الفوز بهدف تعادل المتأخر، أي والله حرم الأهلي من الفوز. وعندنا خبر ثاني يقول عرض الميريا بقيمة 9 مليون لضم فرجينهو. بس مين هذا الميريا؟ دقيقة، مجلس إدارة يودي الميريا سيكون سعيدا بانضمامك للنادي ويعرضون عليك راتبا وقدر 15,000. يعني حاليا في الحقيقة نادي الميريا هذا المركز الأول في الدرجة الثانية الإسباني، فايش رأيكم يا شباب؟ نروح الدوري الإسباني ولا نبقى في مكان الدوري السعودي؟ أعطوني رأيكم في الكومنت، ونشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.